تأسست زارا على يد أمانسيو أورتيغا وزوجته روزاليا ميرا عام 1975 في إسبانيا. اختار أورتيغا اسم زوربا نسبة إلى الفيلم الشهير زوربا اليوناني، لكنه اكتشف أن علامة تجارية سبقته لنفس الاسم فاستبدله باسم زارا. بدأ أورتيغا بتسويق تصميماته التي نفذها مع زوجته في البيوت. تميز متجر زارا الأول بملابس تجمع بين الرقي والسعر المنخفض. ابتدع أورتيغا الموضة الفورية أو السريعة، حيث كانت بيوت الأزياء تطرح موديلات جديدة كل عدة أشهر، في حين أن زارا تطرح موديلاتها الجديدة كل أسبوعين. تحولت زارا من متجر صغير في إسبانيا إلى أكبر بائع تجزئة للأزياء السريعة في العالم. توسعت متاجر زارا خارج حدود إسبانيا عام 1988، وصار لديها نحو 2264 متجراً في مدن رائدة عبر 96 دولة. أما مؤسسها أمانسيو أورتيغا أصبح سادس أغنى رجل في العالم وفقاً لمجلة فوربس. كان أورتيغا حريصاً كل الحرص ألا يظهر في وسائل الإعلام، وكان يفضل أن يعمل بنفسه بعيداً عن العمل المكتبي. وبالرغم من تقاعده عام 2011، فإنه كان يذهب لعمله كل يوم.